Muhterem نمايندگاني واسطه اخبار عامة خانم ها و جناب وسائل الاعلام المحترمين سيدات والسادة، في البداية أود أن أعبر مرة أخرى عن خالص شكري لأخي الكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. أجرينا اليوم محادثات مصغرة وموسعة ما وسع بمشاركة الوفود مع رئيس جمهورية مصر العربية بمشاركة الوفود الرسمية من الجانبين، وخلال محادثات اليوم توصلنا إلى توافقات قيمة وهامة، وفي نهاية المحادثات شهدنا التوقيع على عدد من وثائق التعاون التي من شأنها أن تعزز الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية، ولدينا ارتياح تجاه نتائج زيارتنا لمصر الصديقة. الحضور الكريم، خلال جلستي المباحثات المصغرة والموسعة تطرقنا للقضايا الهامة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين طاجكستان ومصر، وفي هذا السياق أكدنا أن التعاون الثنائي والبناء والمثمر سيخدم المصالح البعيدة المدى لكلا البلدين. لقد عربنا عن ثقتنا في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم ستوفر أساسا مواتن لارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية والثقافية. وأكدنا على أهمية دور العلاقات البرلمانية في تطوير التعاون الثنائي الشامل وتنظيم وتعزيز مجموعات الصداقة البرلمانية في هذه العملية، واعتبرنا أنه من المهم زيادة توسيع التعاون في الصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والطاقة والنقل والاتصالات والتعدين والسياحة، وكذلك الأنشطة في المناطق الاقتصادية الحرة. وإذ أشدنا بالدور البناء للجنة الحكومية المشتركة الطاجيكية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني كآلية فعالة لمتابعة مجموعة من القضايا المتعلقة بتوزيع التعاون الثنائي وتحديد مجالات جديدة واعدة للعلاقات بين البلدين، فإننا أكدنا على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات في هذا الإطار بشكل منتظم. ولقد أكدنا أن انعقاد منتدى العمال الطاجيكي المصري وإنشاء مجلس العمال في البلدين سيكون لهما دور مهم في توسيع التعاون في المجالات المشار إليها. واتفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري باستغلال الفرص المتاحة، وتم التنويه إلى أهمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والأدوية، صناعة الأدوية، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة كمجالات واعدة للعلاقات بين البلدين. وقد أعرب الطرفان عن اهتمامهما بتوسيع التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في طاجكستان ومصر من خلال تبادل الخبرات في إنشاء وإدارة وتوسيع الأنشطة في هذه المناطق وإقامة مشاريع مشتركة في أراضيها. وإننا من خلال التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الثقافي بين طاجكستان ومصر من منطلق القيم التاريخية والثقافية المشتركة، توافقنا على إقامة أيام الثقافة في البلدين والاحتفال المشترك بعظماء الأدب والثقافة السابقين وإقامة العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين. وقد أبدى الجانبان اهتمامهما بتوسيع التعاون في قطاع السياحة عبر التعويل على الخبرات والفرص القائمة بين البلدين. وفي الوقت نفسه تبادلنا
وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الملحة ذات الطابع الإقليمي والدولي، وانطلاقا من المواقف المماثلة أو المتقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المحورية، أكد الجانبان أن عملية المضي في التعاون ودعم مواقف بعضهما البعض على المستويين الإقليمي والدولي أمر تقتضيه مصالحهما المشتركة. لقد أعربت طاجكستان ومصر عن استعدادهما للتعاون المتبادل المنفعة حول القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات والتحديات العالم الحديث وفي المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم السبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات الأخرى للأمن الدولي والإقليمي. وفيما يخص القضايا الأمنية، تم تبادل وجهات النظر بشكل واسع حول القضايا الأمنية وسبل إنهاء النزاعات في أقرب وقت ممكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان. إن القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ كانت محل اهتمام خاص للجانبين، وفي هذا الإطار سلطنا الضوء على مشكلة الذوبان السريع للأنهار الجليدية في طاجكستان، والتي تشكل 60% من موارد المياه في آسيا الوسطى. وعرضنا أن شكرنا لمصر للجانب المصري على دعمها لمبادراتنا العالمية بشأن المياه والمناخ. وفي الوقت نفسه قمنا بالإشادة بمبادرات الجانب المصري لمنع الاحتباس الحراري كخطوة مهمة، وعربنا عن دعمنا لجدول أعمال قمة تغير المناخ التي ستعقد في مصر هذا العام. إننا نعتبر نتائج زيارتنا الرسمية لأرض مصر العريقة واعدة متميزة، ونتطلع إلى أن عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستكون بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفعة بين البلدين. وكذلك لقد وجهت الدعوة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدمت له الدعوة للقيام بزيارة جمهورية طاجكستان في الوقت المناسب لفخامته. ومرت وكذلك في النهاية أيضا أنا بدوري أهنئ أيضا بمناسبة الذكرى 30 بمناسبة اعتراف استقلالية جمهورية طاجكستان من قبل مصر، وأشكر فخامة الرئيس، ومن خلال فخامة الرئيس أشكر جميع الشعب المصري لحفاوة الإكسبا وكرم الضيافة. شكرا جزيلا.